السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد البنات. قبل ما نبدا معكم لا فيديو البنات، واحد لايك. لايك البنات، راه كتنساو ليا اللايكات، الله يجازيكم بخير. انا البنات خرجتكم معايا، مشيت نتغدى في جيليت انا وصاحبتي، عرضت عليا ثاني الغدا هنايا البنات. راني مشيت للبحريه في جيليز، واحد سناك معروف ديال الحوت. هنا راك غاده في الطاكسي وكنصور لكم الشوارع ديال جيليز. المهم هذيك البلاصه راه زوينه البنات، كنصحكم اللي مشى لمراكش مشي ياكل فيها الحوت. احسن بلاصه تاكلي فيها الحوت هي هذيك البلاصه تقريبا. انا ما كليتش الحوت بزاف في مراكش باش ما نكذبش عليكم، ولكن كليته هنايا وعجبني، وعندهم اثمنه مناسبه ديال كل شيء، يعني جميع الفئات يقدروا ياكلوا تما. يعني كاين عندهم البلا من 60 درهم وانتم طالعين حتى ل 500 درهم حتى 600 درهم، ولكن اش غنقول لكم، راه الحوت طري وجديد وزوين. عندهم حتى البنه والمذاق ما نقول لكمش. ايوا صافي يا البنات، وقلت بلاتي نديكم معايا واخا الفيديو قصير ما صورتش فيه بزاف. انا راه حيدت الصوت حيت كانت الهضره في الطاكسي بزاف، داكشي علاش ما بغيتش نصور، ما بغيتش نخلي الصوت. ايوا صافي مشينا تغدينا، هانتوما غادي تشوفوا البلاصه اللي مشينا ليها. هانتوما البنات ما قدرتش نصور لكم الدخله حيت كانوا الناس جالسين في الدخله، راه غير جلسنا وهي تعمر الدنيا، ما بقيتش قدرت نكمل التصوير. لا يقول لك شي حد كنصوروا ولا، ولكن هنايا باش نصور السميه ديال سناك تشاورت مع السرباي، قلت له واش واخا نصور، قال لي ماشي مشكل صوري. ايوا صافي صورت هنايا البنات، ها هي سميتها سناك البحريه، راه سناك نقي على ضمانتي. وهنا البنات شوفوا البلا، كيحطوا شويه ديال العدس، لاصوص بارده ولاصوص طايبه، والشوربه. الشوربه البنات عرفتوا عندهم واحد الشوربه خطير، عرفتوا شربت فيها جوج دلايف والحوت ما كملتوش حيت هذه عجبتني. انتما كانت بغات تطيح لي الزلفه، قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم ما عرفتش لك قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم ما عرفتش كنتي تشوف فينا كنصورو، ضحكنا والله الا ضحكنا. المهم كما قلت لكم، هاد الشوربه واعره، فيها الحوت مصيبه بالحوت والشعريه الصينيه. المهم هادشي اللي قشعت فيها، ولكن اش غنقول لكم، شربت هاد الزلافه وقال لي واش نزيدك، قلت ليه زيدني، شربت جوج زليف كما قلت لكم، وفيها واحد المذاق بالحار زوينه. ها هو البلا البنات، راه ما كملتوش والله ما قدرت نكملو. كيحطوا الدنجال هكا مقلي وتيحطوا في الفليفله مقليه، والحوت الكالامار الكروفيت، وهذاك الحوت ما عرفتش اش من نوع هذاك. المهم راه عندهم داكشي واعر. صافي هنا البنات كنا غاديين على رجلينا للمدينه، ولقيت هاد الحمام هذا وقلت له والله تنصورو، صورته ودزنا من هنا، دزنا على واحد الجرده كنا غندخلو نجلسو فيها، ولكن مشى الحال. يلا دخلنا من واحد الباب قالوا لينا صافي غنسدو، من تما خرجنا ومشينا على رجلينا حيت صافي قربنا للمدينه. مشينا للمدينه وصورت لكم غير الكتبيه، حيت دائما كنصور لكم جمال الفناء وداكشي، كنصور لكم الكتبيه هنايا، كنقول لكم راه سادينها وما لي بارير سادينها، حيت على بغاو يديروا لها داك الترميم راه بداو يمكن فيها، ولكن كيجيو الناس ولكن ما تيدخلوش لهاد البلاصه هادي. يلا خليت لكم الراحه، في امان الله، السلام عليكم.